ننوه لهذا الخبر العاجل الذي ننقله على شبكة الجزيرة، حيث استشهد عدد من أفراد عائلة الزميل وائل الدحتو بمن فيه زوجته وابنه وابنته في قصف إسرائيلي استهدف منزل الزميل وائل الدحتو، كان معنا قبل قليل وتابع القصف الذي استهدف المنطقة التي استشهد فيها عدد من أفراد عائلة الزميل وائل الدحتو. يفقد اليوم عددا من أفراد عائلته بمن فيهم زوجته وابنه وابنته في قصف إسرائيلي استهدف منزله. الزميل وائل الدحدوح كان على الهواء مباشرة قبل قليل وتابع بنفسه استهداف للمنطقة، ثم اتضح بعد ذلك أن عددا من أفراد عائلته استشهدوا، زوجة الزميل وائل الدحدوح وابنه وابنته استشهدوا اليوم في قصف إسرائيلي استهدف منزله. خالص العزاء للزميل وائل الدحدوح ولزملاء في شبكة الجزيرة.